السلام عليكم. ان شاء الله نكمل في شرح سوليد ووركس. كنا شرحنا في فيديو مجمع سابق اساسيات السكتش والخواص بتاعته، السكتش انتيتيز والسكتش تولز، كل القوائم دي او اغلبها يعني شرحناها. هتلاقي الفيديو على القناة لو انت لسه داخل يعني. فده الجزء الثاني، هنتكلم عن حاجة اسمها الاكسترودد بوس، او ازاي اعمل احول السكتش اللي عندي ده مجسم. طيب انا عندي سكتش اهو مرسوم، عندي سكتش اهو رسمته، سكتش بسيط ما فيهوش اي حاجة مستطيل. فبكل بساطة لو عايز احوله لثري دي، فهاجي من فيتشرز هنا وادوس ايه على اكسترود. طيب هو على حسب البلين اللي انت راسم السكتش ده عليه، يعني راسم ده على ايه، هتلاقيه على التوب بلين. تمام، وانا كده راسم على التوب بلين. طيب لو انا راسمه على الرايت بلين، هيعمل اكسترود على ايه، موازي للايه، للرايت بلين. لكن هنا عشان انا عامله على الايه، راسمه على التوب بلين، فهيعمل اكسترود على ايه، موازي للايه، للبلين اللي انا راسم عليه. طيب هتلاقي هنا ان انت اول حاجة طالب منك هنا ان انت المسافة اللي انت هترسم منها الاكسترود ده والاكستروجن ده هتعمله مسافة قد ايه. طيب هتلاقي هنا ان انت ممكن تغير المسافة دي، بدل 120 دي مسافة من هنا لاخر الايه الجسم فوق، فدي ايه مسافة 20، يعني مثلا كده، فتلاقي ان المسافة دي هي ايه 20. تمام، ارتفاع المجسم اللي عندي ده. طيب هنرجع نعمل ايديت عليه. فانت ممكن تغير من هنا او تغير من هنا يعني. تمام، لو انت بتعمل حاجة بس للتوضيح او رسم عشوائي كده يعني، ف عادي ممكن تغير، او ممكن تجيب القيمة هنا يعني بالمسطرة. ماشي، بس طبعا احنا بنكتب البعد يعني على طول، مبنضطرش ان احنا نستخدم المسطرة. طيب في خيار ايه تاني، ان انت تقول له up to vertex. لو انت عندك نقطة فبيطلبها منك بتحددها، دي ممكن نخليها نأجلها لبعدين لو احنا عندنا surface، او ممكن نخلي ده كده ونرسم عليه. يعني احنا نخلي ده كده نرسم حاجة تانية، وليكن نرسم مثلا من هنا، ناخد ده كده نفتح سكتش عليه، نرسم مثلا دايرة هنا، أو نخليها برا تبقى قطع الجسم. تمام، وأنا عامل اختصار للإكسترود، أنا بدوس إيه، فلو دوست إيه دلوقتي هيقوم إيه فاتح على طول إكسترود. طيب هو دلوقتي عامل الاتجاه المعاكس أو الاتجاه أنا مش عايزه، فأنا بكل بساطة هاجي هنا على السهمين دول وأدوس عليه فيعكس لي إيه الاتجاه. طيب هنا ممكن up to vertex، انا ممكن اختار نقطة زي دي مثلا، فهو ايه حدد عندها ايه الارتفاع بتاع الاسطوانة اللي انا راسمها دي. طيب في up to face برضو، انا ممكن اختار الفيس ده، فايه مثلا انت مش عارف المسافة دي كام، انت مثلا رسم عندك بس انت مش عارف المسافة دي بالظبط كام، في ابعاد ممكن ما تكونش عارفها عادي. يعني مثلا انا دلوقتي مش عارف البعد مثلا من النقطه دي، البعد القطري بتاع الشكل اللي عندي ده، فانا راسم راسم طول العرض وعارف الارتفاع بس مش عارف البعد القطري، ففي ابعاد مش بالضروره ان اكون عارفها يعني، فبضطر اعمل لها ريفرنس بالايه بالفيس بتاعها. تمام، طيب في ثرو اول دي، هي احنا كانت تحت بلايند على طول، دي هتبقى لحد اخر الايه المجسم اللي عندك. طيب في اوفست فروم سيرفيس، فانت اوفست يعني زي متشفت او مزاح من سيرفيس يعني، فانا مثلا اختار السيرفيس ده مثلا، هيقول لك ايه نوع 20 ملي من ايه السيرفيس ده. طيب لو عملت ريفرس يبقى كام، 20 فوق. تمام، يعني المفروض المسافة دي فوق برضو، عشان لو انا مش عارف المسافة بس انا عارف ان انا هو بقى 20 فوق السطح ده، فانا هختار السطح ده واعمل ايه 20 فوقي. تمام، دي برضو مفيدة وايه يعني بتسهل ايه
حاجات كتير اب تو بودي. لو انا عندي بودي غير ده فانا يعني لو عندي مثلا نفس الشكل ده فوق فبدوس ايه عليه فبيوصل لغاية ايه البودي ده. طيب الميد بلين دي بنستخدمها كتير برضو لو انا عايز اعمل ايه، بص كده لو انا عايز اعمل السطح ده يبقى هو ايه المنتصف عندي، سطح اللي انا راسم عليه. فانا لو كتبت مثلا 30 فتبقى 15 فوق و15 تحت، تمام. يعني بص اوكي كده المفروض ده كله ايه 30 بس متقسمة ايه ميد بلين، يعني 15 فوق 15 تحت. دي برضو ايه حاجة بنستخدمها كتير يعني. طيب في اختيار هنا بيقولك ميرج ريزلت، يعني خلي الجسم اللي انا هرسمه ده يبقى يندمج مع ليه مع الجسم التاني يبقى يكونوا جسم واحد. فانا رسمتهم على مرتين بس عادي يعني ممكن ادمجهم مع بعض بحيث انهم يبقوا مجسم واحد، تمام. يعني بص كده ما دول ايه انهم مجسم واحد الاتنين دول. طيب تلاقي هنا جيب لك ايه السوليد بوديز انت عندك ايه مجسم واحد. طب لو انا عملت فصلت ده عن ده شلت الصح عن ميرج ريزلت فهتلاقي انت عندك ايه بقى في جسم اهو وجسم اهو، تمام. طيب في هنا بيقول لك بقى انت البداية عندك منين، انت ممكن تغير البداية اللي عندك فتبدأ مثلا من هنا. انت رسمت مثلا على سكتش غلط او على بلين غلط قصدي مش عايز تخرج، يعني انا مثلا كنت عايز ارسم من هنا وانا رسمت الدايره هنا فممكن ايه اختار ان هو لا ارسم من هنا مثلا بلايند خليها مثلا 20 فيرسم 20 من فوق ده، فدي برضو حاجه ايه لذيذه يعني. سكتش بليند اللي احنا رسمين من عليه طيب اوفست مثلا فيبقى بدل ما ارسم من على ده فيبقى في اوفست مثلا كام 10 من هنا، تمام. يبقى اوفست 10 من ايه من السطح اللي انا راسم عليه، تمام. يبقى هو عامل اوفست تحت 10. طب انا عايز اعكس الاوفست ده فهو هيجي ايه دوست على الاتجاه ده فغير ايه فبشفت 10 من البلين ده وبقى بيرسم ايه بعد 10 ملي فبدأ يرسم الشكل عندي بكام بارتفاع 30، يعني ده كله 30 ماشي. يبقى ده كله 30 بس ايه في شيفت بين الاتنين دول 10 اللي هما دول من ده وده تلاقي فيه النورمال ديستانس كام 10 ملي. طيب إيه في ايه تاني، لو قلنا الفيرتكس ده نفس الكلام لو انت عندك نقطة فايه بترسم من ناحيتها، يعني تعال نجرب كده انا قلت فيرتكس فنرسم مثلا من هنا فيبتدي من النقطة دي. دي برضو مفيدة مثلا لو يفرض مثلا الشكل ده مش منتظم يعني جاي بايه في كيرف مثلا وفي نقطة اعلى الكيرف ده انت عايز تبدأ من عندها فمش هتعرف تختار الكيرف نفسه فهتختار ايه نقطة مثلا الماكسيمم او الايبكس بتاع الايه الكيرف ده او النقطة الايه العظمى يعني بتاعة الكيرف. فيعني مع الرسم وكده بتعرف تختار بينهم واللي هيناسبك يعني. طيب لو انا عايز اعمل قبل ما ندخل احنا ممكن نعمل سلبة هنا او درافت، انا هدوس على درافت كده فيعمل لي ايه زاوية، يعني بدل ما هو طالع عدل كده اسطوانة عدل لا تعال نعمل كده شايف اللي بيحصل البريفيو هنا بيحصل ايه يبقى في زاوية سلبي، يعني مثلا اعملها ايه 5 درجات فشايف الـ5 درجات مع الايه مع الرأسي دي الزاوية اللي انا ايه زاوية السلب اللي انا عاملها، تمام. يبقى انا ايه ممكن اعمل زاوية. طيب ايه فايدة الدايركشن 2، ما هو الدايركشن 2 ممكن اعمله بس من غير مسلوب، يعني اهو انا ممكن اعمل ده كده مسلوب في اتجاه والناحية التانية نازل مثلا بـ10 ملي بس عدل، او ممكن اعمله مسلوب بس بزاوية مختلفة مثلا زاوية 2 مثلا، تمام. طيب ممكن اخلي الاتنين دي لبره يعني كده تعال نكبر عشان تبان خلي مثلا 10 فشايف كده، فانا مثلا عايز ارسم شكل زي ده فبرسمه في خطوة واحدة يعني. طيب ايه فيبقى احنا قلنا ان انا عندي دي فروم دي بداية السكتش هيبتدي منين والسكتش ده اخره فين، يعني بلايند هترسمه 30 ملي ولا لاخر الجسم ولا اب تو فيرتكس او سيرفيس على حسب الايه
الريفرنس اللي انت هتشتغل عليه. طيب ادي فروم ودي ايه تو يعتبر، يعني من والى. طيب قلنا ان في ميرج ريزلت، انت تخلي الجسمين يكونوا جسم واحد، ممكن تعمل سلبة في الجسم اللي عندك. ودايركشن تو اللي احنا ايه ممكن نعمل المنظر اللي قدامك ده يكون منفصل يعني على عن الدايركشن 1، يبقى في اتجاه تاني هو منفصل عن ليه خصائص غير الايه التاني، ممكن نقفله تاني عادي يبقى ايه ده اللي معانا بس. ماشي. طيب في حاجة اسمها select contours، تعال نشوفها دي بتتكلم عن ايه. تعال ناخد سكتش تاني، ممكن نمسح ده ولا نسيبه. يعني تعال نرسم مثلا على السطح ده كده إيه، وليكن نرسم دايرة كده وجواها دايرة جواها دايرة. طيب إيه دلوقتي لو انا جيت اعمل اكسترود، فانت هنا ممكن تختار، هو اختار تلقائي ان دي ايه اسطوانة. طيب انا عايز اختار ان دي ايه القطر اللي جوه ده يبقى ايه زي بنز كده او عمود يعني. فباجي هنا عند selected contours واختار ايه الريجن اللي انا هشتغل عليه. يعني لو دوست اوكي كده هو ايه معترف بالدايرة الايه الصغيرة، مع ان السكتش في دايرة كبيرة اهي الدايرة الكبيرة دي، بس انا قلت له الكونتور ده هو الايه اللي انا هشتغل عليه. فده ايه دي فايدة select contours، لو انت عندك حاجة زي كده ممكن تعملها. طيب في مثلا احنا ممكن نعمل، يعني احنا ممكن نشوف ان احنا ممكن نجرب نعمل كونتور على ده بس يكون في دايركشن 2، بس هو مش راضي. يعني كنت بفكر ايه ان احنا ممكن نرسم على الدايمتر الصغير ده في اتجاه، نختار الدايمتر الكبير ده في اتجاه تاني، بس هو ايه ما نفعش يعني. تمام. فهو ده ايه ده الكونتور ده اللي انت تستخدم الايه السكتش المغلق اللي عندك ده كهو ده الفيس او السكتش اللي انت ايه هتطبق عليه. فده بقى عندنا اخترت السلندر فبقى كده، طبعا هو مقفول من ورا لان احنا ايه قايلين له اللي ايه ده من بداية هنا للاخر هنا، فما فيش ايه مش هيخرم في الشكل. تمام. فدي يعتبر اغلب الحاجات اللي بنستخدمها في الاكسترود، بسيط جدا يعني، وفيتشرز فيتشر لذيذة، وهي يعني يعتبر اساس الايه ال 3D يعني، او انت تحول سكتش لمجسم. طيب في حاجة ممكن يعني ممكن نقولها سريعا كده، لو انا مثلا تعالى نيجي هنا نسحب ده كده، انا رسمت ده السكتش ده على التوب بلين، بس هو طلع بالغلط، انا رسمته بالغلط على التوب لين، فما تمسحوش خصوصا لو سكتش معقد او كده يعني مش بسيط زي ده. فانت ممكن تغير البلين بتاعه، انت تدوس كليك يمين على السكتش ده وتيجي هنا على ايديت سكتش بلين تدوس عليها، بس هو على التوب لين اختار بقى ايه افتح ال 3D وهات مثلا رايت بلين دوس اوكي، فبقى كده على ايه على الرايت بلين. دي برضو حاجة ايه يعني في ناس ما تعرفهاش، مع انها يعني هتسهل او هتوفر وقت ومجهود كبير يعني. فانا بكل بساطة غيرنا الايه البلين اللي عليه الرسم. تمام. ممكن لو رجعنا كده يحصل مشاكل في السكتش، بس او الحمد لله ما حصلش مشاكل. طيب دي اغلب الحاجات اللي قلناها، طبعا ده اتغير مكانه. تمام. بس هو احنا كنا مدينه ريفرنس اللي هو على السكتش ده او على السطح ده، فهو مازال على السطح ده. طيب دي اغلب الحاجات اللي ممكن نعرفها في الاكسترود. اتمنى ان تكون استفدت من الشرح. احنا بنتكلم على اساسيات، فده يكون مناسب جدا للاساسيات. وشكرا.